آمال برشلونة معلقة بمهمة مستحيلة ومغمور تشيكي. سيكون برشلونة الإسباني أمام مهمة مستحيلة تتمثل بالإبقاء على أمله الضعيف بالتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني الأربعاء، وفي حال نجح إنتر الإيطالي في التغلب على فيكتوريا بيلزن التشيكي صاحب القاع من دون نقاط في مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا حتى قبل أن يلعب أمام العملاق البافاري. وتلوح أمال نيرات سوري فرصة التأهل أيضا في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، إذ تميل الكفل النادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل تامين من ملعب كامب نو 3-3 في المرحلة الماضية بعد الفوز في عقر داره 1-0 المرحلة الثالثة. وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة الساعي لاستعادة سمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لخمس هزائم تواليا، علما أن باير ضمن تأهله عن مجموعة الموت الثالثة بتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 12 من 4 انتصارات. وقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي من المتوقع أن يغيب عن صفوف باير للإصابة عن المباراة المرتقبة: ستبذل قصارى جهدنا، لا يهم انتهال أم لا، هذه هي العقلية الألمانية. والتابع: يملك إنتر كل شيء للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما سيكون الخروج قاسيا لبرشلونة بعد الجهود التي قام بها في الصيف. من ناحيته يأمل بيلزن في تعويض خيبة خروجه من المسابقة القارية الأم بالتأهل إلى يوروبا ليج في حال عدم خسارته وعدم فوز برشلونة. أما إذا تعادل تشيكي وخسر النادي الكتالوني فسيدخل الطرف في الصراع على المركز الثالث.